معروفة هي أيضا الجمعية الأسبانية سعداء جدا بك في 17. سلام. الأخبار حول المجرات في الكون، ممكن تتابع أخبار اكتشاف لكواكب حديثة حول نجوم أخرى. ما نحن الشمس وعندها 9 توابع، 9 كواكب. صحيح. النجوم الأخرى بالمناسبة غير، وكنت عايم في السماء، غير عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل، 5 بس، الباقي بتشوفه ده كله نجوم شموس. معنا على الشاشة يعني صور برضو بالتوضيحية. أيوة دي صور توضيحية. لو عينا على الشاشة ده بتوضح أنواع الكسوف 3: كسوف كلي، كسوف جزئي، وكسوف حلقي، وبعدين كسوف جزئي. الكسوف الكلي والحلقي بيحدث فيما يسمى بخط منتصف الكسوف. خط منتصف الكسوف ماشي عريض، قد يصل لحد 200 كيلو وقد يكون أقل. يعني مثلا بكرة الصبح الكسوف حلقي ده حيكون عرضه بين 21 كيلومتر و85 كيلومتر. الناس القاعدين الساكنين في المنطقة ديك أو البلاد في المنطقة بتاعت الخطبة حترى الكسوف الحلقي. طيب ما هو الفرق بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي؟ لو مشينا لنفس السلايد نزلنا إلى تحت دي، لو عينت بتلقى في منظر الكسوف إنه ظل القمر واقع، يعني هو في شبه الظل، بعدين ظل القمر واقع على سطح الأرض. كويس. ده بيحدث كسوف كلي، بحيث إنه قرص القمر بيغطي قرص الشمس كلية، وبيحصل ظلام، وبيحصل هذا النجوم. صحيح. طيب احنا يعني في السلايد الثلاثة دي بعد الكسوف الحلقي، الكسوف الحلقي القمر يعتبر جزئي صح؟ لا او نصفي. لا، الحلقي كالاتي برضه في خط منتصف الكسوف، مدار القمر حول الارض مدار بيضاوي اهليجي. كويس. فمرات بيكون قريب من الارض ومرات بيكون بعيد من الارض. فقد يكون قريب من الارض وفي كسوف بيكون كلي، وتكون بعيد من الارض في مداره، بعيد نوعيا، هما بعيد شديد، بيكون كسوف حلقي. حلقي بمعنى شنو؟ دائما بنقول للمشاهد انت في غطتك دي، ارفع اصبعك ده، خدته قدام عينك. كويس؟ تلقى غطى الثلاجه، غطى الدولاب، غطى، بيكون غطاه. كويس من الناحيه دي. الظل وقع. كده غص بعيد حسه غطى الباب اللي هناك ده، لكنه كده زحه شويه لورا اطراف الباب بتتهتبي اللي حول اصبعي. ايوه. ده الحاصل في الكسوف الحلقي. لانه القمر في مداره في الحته البعيده من الارض شويه، فاصبح ما بيقدر قرصه يغطي وسط. الناس معانا سلايد ثاني برضه. دي سلايد بتوري الاحداث كما هي بتحصل. كويس؟ معلومه ثانيه. الشمس ممكن تشيل داخلها 1,300,000 أرض. يعني من ناحية الحجم الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. الأرض أكبر من القمر حوالي 49 مرة. يعني الشمس حوالي 63 مليون مرة أكبر من القمر. بس عشان نزول يعرف هنا قصة إنه قد أقول قطة إنه إيش نعمل القمر قدر الشمس أو كده ويغطيها، إنه بس مثال أصبعي، إذا خدت أصبعك هنا تغطي إيش؟ صحيح. بس القرب من الحاجة بغطي الأشياء. طيب إحنا يعني ده توضيح ما شاء الله مثالي، فخلينا نجيب على إنه إذا كان جزئي، إذا كان كامل، إذا كان نصفي، هل عنده توقيت على مدار العام ولا بيحدث على، بيعتمد على الصدفة؟ لا مش الصدفة، بيعتمد على وضعية القمر الشمس. عنده حوالي 5-6 درجات منحني بالطريقه دي، وبعدين هو لاف في بالطريقه دي. كويس. فلا بد ان تحسب بعد ما الناس حسوبه، الحساب بتاعه اعقد من تحت انك تحسب الهلال بتين. لا بد ان تحسب وضع الارض ووضع القمر والمكان اللي حيحصل فيه هذا التقاطع. فعمليه حس طبعا بالكمبيوترات في ثانيه
بتعزف بتعرف معانا صوره يمكن برضه توضح. ايوه دي الصوره دي بتوري اوديا من ناسا كويس، بتوري لو لاحظت الخط الاحمر في النص الماشي ده كويس، دي الخط بتاع منتصف الكسوف اللي قلنا المره دي عرضه 85 ل 21 كيلومتر كويس. لو عينت للصوره اكثر خارج هذا الخط شمالا او جنوبا بيروه جزئي، صحيح بيروه الكسوف جزئي. ونحن مثلا هنا ده عندنا في الخرطوم وحنوري لقدام، ممكن نشوف الحال بعدها عشان توري يعني تقسيم بالفيديو لكيفين الكسوف بتاعي. جميل. طيب احنا لحد ما جينا صوره حسام ممكن ممكن نشوف يعني تكلمت عن انه احنا في الخرطوم، خلينا نتكلم عن الخرطوم وعن السودان بصوره عامه. يعني احنا حنشوف شنو في الكسوف الحاصل ده، لكن برضه الماده جاهزه معانا نشوف. يعني لاحظ له شايف ضده للقمر، صحيح عايز له ماشي كيف، والكره الارضيه لافه والقمر ماشي لو لاحظت له. نعم. الى ان ينتهي هناك في جهه اندونيسيا. اوكي دي بتوري يعني 3 دايمنشن والعين لها ثاني عشان الناس تنتبه كويس. بعدين دي جيزه وبعدين في النص في نقطه سوداء صغيره مره دي محله الخط بتاعنا. لو لاحظت اول بيبتدي نحن بيبتدي يغطي عندنا جزئي ويستمر بيمر باكثر جهه جنوبا عندنا امتداد الجنوبي السودان. يعني كيصل جنوب السودان؟ لا هو بشق جنوب السودان لكن بيكتمل بالنسبه لنا نحن بيمر في جزئيه بسيطه خالص من جهه الدمازين. ممكن نحس بها يعني ترى بالعين المجرده ولا الا نحن يعني بنجي لقصه العين. طيب. انا في الكسوفات بنقول للناس ما تعينوا هاي فيها مشاكل يكون عندك نظاره زي دي مثلا ممتاز. لكن في هناك مثلا الدمازين قد ترى انه القمر قرص القمر قط سطح الشمس 91% منه، لكن المفروض يخلوا بالهم من عيونهم ويستخدموا الفلترات او المواد اللي بتخليهم عيونهم في سلامه. بعدين ممكن نحكي المشكله شنو بالنسبه لي. شمال السودان والخرطوم. شمال السودان نحن كتبنا جدول كويس، ولو ممكن يعني اديك امثله الجدول. ممتاز. كويس. مثلا الدمازين بيبتدي فيها الساعه 5:53 صباحا. الذروه يعني اكبر تغطيه الساعه 6:58 بيغطي 91 وبينتهي الساعه 8:13 دقيقه بالدمازين دي. احنا عملنا نفس الكلام ده في الاعلام بتاعنا لبورسودان والفاشر وكادوغلي وكسلا ووادي حلفه. اقل واحده وادي حلفه بيبتدي فيها الساعه 6:07 وبيحصل الذروه بتاعته قمته الساعه 7:08 بتكون قطع 55% من سطح الشمس من قرص الشمس كويس، وبينتهي في الساعة 8:18. نجي للخرطوم سألت منها، الخرطوم بيبتدي 5 صباحا وسبعة يعني 6 إلا 3 دقائق كويس، وبيصل الذروة 7:01 وبيكون قطع حوالي 76% في الذروة في الوقت 7:01 من قرص الشمس، وبينتهي الساعة 8:15 8:15 ممتاز. ونحن طبعا كان ما ظروف الكورونا وكده. طيب احنا هنشاهد أيوة على الشاشة خريطة مرة ثانية. ايوه دي خرطة شايف يهود الخط بتاع منتصف الكسوف ماري تلقاه بس عمل لمسة خفيفة على أقصى حتة في جنوب في حدودنا الجنوبية. أها كويس. ولو طلعت شيء ممكن تلقى الدمازين وهكذا فوق اي جزء اي بلاد تقع شمال ذلك الخط او جنوب ذلك الخط بتراه بنسب متفاوته. زي ما قلت لك حس الدمازين 91% كويس، يعني احنا في الخرطوم 76% كده. فحسب بعدك من هذا الخط نسبه التغطيه اللي حتشوفها. وزي ما وريت اقل حته اللي كانت وادي حلفه اللي هي 55%. ممتاز. طيب احنا دائما بنشوف تجمعات الناس عشان يحضروا الظاهره دي دائما يكون حوالين النيل او البحار او كذا.
فبتفتكر انه انسب مكان عشان انا اشاهد منه؟ ولا ممكن انا من بيتنا من سطوحنا ولا من حوشنا ولا من كذا عشان؟ كله ممكن، بس احنا طبعا لانه كنا واكثر مرتين ثلاثه جمعنا الناس هناك جنب النيل في الفسحه وكذا وهناك حقيقه. بس المره دي بظروف الكورونا ممنوع التجمع، ممنوع التجمع، عشان كده ما حاولنا ندعو الناس يعني حفاظا على صحه الناس وعلى التوجيهات الطبيه الصحيحه الطالعه. ممكن لكن عشان تشوفوا لابد ان يكون يعني الشيء اللي ممكن يحمي عينك. قد يكون اول ما بدا حيكون لسه يعني الشمس ما زي البدارية كده، ما حارة، ما صادعة شديد، قد تحاول تنظر لها كده من العدية. نحن زمان كانت عندنا كمية من هذه النظارات، وللأسف بسبب يعني عدم الطيران وكده ما قدرنا نرسل عشان نجيب، حصل عليها يعني نظارة وخطتها كده كشافات قديمة بتشوفوها كويس معمولة، رغم انها تبين كده شيء هالفوت ساكت يعني معلش، لكن معمولة هنا دي المايلت ده بيقطع تقريبا كل الاشعاع المضر الممكن يأذي عينك. يعني ده انا ممكن البسه كده وساعتين اتابع الاشياء الثانية ما بتسمح لك تعمل القصة دي. النظارات الشمسية العادية اي نظارة او اي نوع اخر خطرة خطر. خطرة يعني انا احنا بنقول للناس حتى انا عارف في السودان يعني نادر الناس تسمع الكلام وتطيع طيب كلام زي ما واضح هسه من اي زول حيحاول يرى كويس. طيب احمي عينك حتى لو عنده نظاره شمس كويس، ما ياخذ اكثر من ثانيه. انا يعني بفتكر اللي يكون عنده مثل هذه النظارات، لكن لو عنده لو اصلح يشوف يحمي عينه بشيء مظلل يحميه. طبعا ده اذا كان بكره ما كان عندنا غبار وما كان عندنا سحب وكده، بس من هنا من خارج ده الشروق هنا دي في الحديقه البرة دي ممكن تاخذ الكاميرا وتصور الضرر. شنو بيوشان يحمي عينه يعني؟ طيب بس اشعه ضرر ممكن تعمل حاجه كبيره ولا بس مجرد طيب التهابات صغيره؟ لا الضرر الضرر خطر شويه كويس. حسك في اليوم العادي لو عينت للشمس بتزيح عينك سريع، ده ما الموضوع. الموضوع بعد شوية تشوف حوالينك لون بني ولون بنفسجي ولون أسود، صح صح ها؟ دي العين بتحاول تحمي نفسها، بتعمل تفاعل كيماوي معقد. لو انتظرت ثانيتين ثلاثة بتلقى خلاص رجعت تاني. أوكي لو وصلت على تنظر للشمس بجهارتها بنوره التفاعل الكيماوي ده قد لا يرجع، قد يفشل، قد لا يرجع. معنى كده اصبحت عينك فيها مشكله في النظر وعدم الرؤيه. ده اشكال في حاله انه اشعه الشمس جاهره. في اشكال ثاني وقت تكون اشعه الشمس يعني لسه زي بارده كده، وهناك في الاشعه الحمراء والدون الحمراء. مسافة طويلة اللي بيخش جوا العين، الخلايا الاسطوانية اللي في النهاية حوالين هذه خلايا بتبتدي بالداري كده بتغلي، لأنها بتمتص هذه الأشعة ودي أشعة سخنة فبتغلي ليترالي بتغلي وتبتدي تتفقع. طيب السؤال كويس، يعني أنا حاسة لو قرصت إنسان كده بيشعر بالألم، صحيح في الحته دي الخلايا بتاعت الالم العصبيه في حته النادي ما موجوده. انت ما بتحس، لو انت حسيت بالسخانه طبعا بيزيح وشك، لكن انت لا لن لما هي عباره عن اشعه تجذب العين او كده، هي اشعه بينادوها تحت الحمراء الانفراريد والحمراء، دي طبعا الاشعه موجاتهم طويله ودي اكثر اشعه بيشيلوا حرارة. بس لو سمعت لي أذكر حاجة من علم الفيزياء، زمان وكت بالمنشور الزجاجي قسموا ضوء الشمس، فواحد من العلماء قال داير يجزك حرارة كل ضوء، فخدت الثرمومتر بتاعه بدأ من البلو ومشى كل ما ينزل تحت قرب الأحمر كل ما درجة الحرارة زادت، وقت وصل الأحمر
لقى ده يعني اكثر لون فوق حراره. فبعد ذلك طبعا زحى اسفل المومتر في البعد، خلاص انتهى الاحمر وانتهى تشتيت الضوء، زحى وليتحد منه شويه، فلاحظ درجه الحراره كمان مشت اكثر. فقام قال لابد ان تكون هنا في اشعه غير مرئيه، سماها الانفراريد التحت الحمراء. برضو المثال الثاني بالنسبه لل يعني البنفسجيه وفوق البنفسجيه، تجارب زيديه ادت لمعرفه هذه الاشعه. طيب دي كده الخطوره، الفائده شنو بنستفيدها من الكسوف او الخسوف يعني احنا كبشر؟ احنا كبشر كادر بشري، المعرفه العلميه، المعرفه العلميه ودقه الحسابات العلميه ودقه المعلومات العلميه بس. وانا زي ما قلت ان احنا برضو في معنى ثاني لكسوف الاشياء، الكسوف بتاع الشمس ده معناته القمر عدى، وهو القمر جاي ماشي بالطريقه دي فعدى كويس، معناته احنا دخلنا في الشهر الجديد كويس، مره مرحله الاستتار بقى شيء حيمر من مرحله نحب انها دائما الاقتران كويس. فمن ناحيه الشهر القمري بس الكسوف لبعض الناس حتى لبعض بعض المشايخ هو دليل قاطع على أن الشهر القمري القديم انتهى وأن الشهر القمري الجديد أو كان يوم واحد طوالي تحسب من الشهر الواحد. والله تحسب، لكن طبعا انت عارف الموضوع ده لأني غاش طويل مع حسابات ثقيلة والله الحسابات هينة، الحسابات ما فيها مشكلة، المشكلة النواحي الفقهية في هذا الأمر. صحيح، تحية لك، احنا يعني سعدنا بهذه المعلومات حقيقة. شكرا لكم، شكرا لوجودك، صباح الخير عليك. لو بس عرض الجدول عشان المشاهدين يشوفوا مختلف اخ من حاس السودان، انا كنت اديته له ممكن يشوف كل المدن اللي انا قلتها متى البداية متى الذروة بتغطية كم النهاية الساعة. نعم طيب حنشوف معانا الجدول جاهز. تحية لك على هذه المعلومات وشكرا جزيلا. إن شاء الله في مساحات قادمة نستفيد أكثر من معلومات بتخص الظواهر الكونية. شكرا لوجودك. والله التحية لكم، لأنه الإعلام هو الجزء الأساسي في خلق التوعية، عشان كده نشكركم. شكرا جزيلا.